السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ولادي الأعزاء، حلقة جديدة مع شابتر 9 باندا سكند إديشن مور إيكويجن سولفينج ستراتيجيز. طبعا هو كومبليت على الشابتر اللي قبليه، ونوعية المسائل هنا تقريبا ماشية على نفس النمط. هنشوفها مع بعض. كل الإكسرسايز شابتر آر in non-calculator section اللي هو الاكزام نمبر 3 اللي هو calculator not allowed. معانا كل المسائل بتتكلم تقريبا حوالين نفس الفكره، ان احنا معانا many solution no solution او one solution. طيب نبدا نتوكل على الله وهنقول اول مساله اهي، طبعا ده بارت 1. أول مسألة بتتكلم معانا 30 times parentheses equal A times x cube plus B x square and C x. الكي دايماً أو الكلو بتاع كل مسألة بيعرف لنا مين الـ constant أو notations. D is constant والـ x is a variables أو variable. What is the value of summation؟ بس إمتى؟ إذا كانت الـ equation. Equation is true for all values of x. ده معناها has infinite number. We have many many values for each. So in this case, دي أول كيس معانا في الإكزامبل أو في الإكسرسايز، هنقارن كل الكوفيشن ببعض، هنماتش للكوفيشن. يعني in comparing كده اللي قدام الـ e الـ x كيوب قدام الـ x كيوب هي هنا 1 times 30، يبقى الـ a بـ 30 على طول من غير ما نضيع وقت. اللي قدام البي اكس سكوير هو 6 تايمز 30، 16 تايمز 30 معناها طبعا 5، يبقى البي فاليو ايكوال 5. طيب اللي قدام السي هي 2 ثيرد، الكوفيشن قدام السي ده، بس الديستريبيوت بتاع ال 30 اوعوا تنسوه طبعا، يعني 30 times او two third of 30 times two third يعني 20، يبقى C is 20. طبعا ده free respond question. يعني ايه free respond question؟ يعني مفيش MCQ، مفيش option، يبقى هو عايز السم بتاع all variables. هجمع بس ابسط تجميع من غير آلة، 30 plus 20 يعني 50 وعليهم 5. شفتوا الطريقه دي؟ السؤال ما ياخدش ثواني، انا بس طولت عشان امهد لكم كل الدنيا ماشيه ازاي. The equation is very easy, just matching the coefficient after distribute 30. تعالوا نشوف number 2. This is the final answer of sum. Number 2 بيتكلم على نفس الفكره. Equation above A and B constants. تمام. If the equation has infinitely solution, many solution. Infinitely many solutions, what is the value A over B? نفس فكرة اللي فوق بالظبط. Coefficient، هنماتش coefficient. اللي قدام الـ X هنا هو اللي قدام الـ X هنا. يعني الـ A A times 2 third، لأن دي times 2 third، 2 third of A equal 8 third. تمام؟ A over 3. كل اللي هنعمله إيه؟ طبعا الدينومينيتور ايكوال الدينومينيتور، يبقى ال A ايكوال 4 وانتم مغمضين، لان هنضرب فوق هنا يعني بالظبط كاني بقول 2 A ايكوال 8. السؤال ما ياخدش ثواني يا شباب، شفتوا؟ ديفايدد باي 2، انا بس باكد عليكم عشان تعرفوا تعملوها منتلي بسرعه. اللي يلقطها على طول ان A تايمز كام ايكوال 8، يبقى A تايمز 4 ده اول جزء. الجزء الثاني هعمل ماتشنج لل 9B هي 3، يعني 9b equal to 3 implies the mean implies ان ال b بتساوي divided 9 on both sides. هنا divide by 9، هنا divide by 9، يبقى يدينا third. كده بسهوله جدا لما اعمل a divided by b. التريك هنا بقى a divided by b، يعني ايه؟ زي ما هي 4، لما نعمل divided للفراكشن
بنعمل ايه؟ فليبنج للفراكشن، يعني عباره عن هعمل طبعا ايه؟ كيب كيب تشينج فليب، هنعمل كي سي اف كيب تشينج فليب اللي واخدينها في المدرسه. تمام، هكيب الاول هتشينج الاوبريشن، هنفليب ل 3، هتبقى 4 تايمز 3 يعني 12. في مهارات يا رب تكونوا فاكرينها اللي بنقولها دي طبعا من زمان جدا بالنسبه لكم، من برايمري او ميدل ييرز، فيا رب تكونوا فاكرينها. طبعا الفاينل انسر از دي. تعالوا نشوف نمبر 3 سوا، لو في اي حاجه ابعتوا لنا على التليجرام شانل او على الانستا، كل فيديو تحتيه الروابط بتاعتي. بيقول لنا هنا التليجرام جروب، سوري، بيقول لنا هنا نمبر 3، طبعا دي ايكويجن عاديه اهي. In the equation above A and B are constants if the equation has no solution. جديده، اللي فاتوا كان many solution infinitely solution. No solution معناها إن الـ exact coefficient are the same، يعني A equal اللي قدام الـ x هنا، هي اللي قدام الـ x هنا 2 بس معاها الـ coefficient بتاعنا، كأني بالظبط بقول 6x plus 3. خدوا بالكم من دي، أنا وزعت، فهي اللي قدام الـ A الـ x هي اللي قدام الـ x، يبقى الـ A بستة، الـ A بستة يعني إحنا هنا أو هنا، canceling لـ A و B. طيب فيري تريكي هي الموضوع، يعني كل هيبص كده هيقول ايه ان 9 ماينس بي ايكوال 3، بس 3 ماينس بي غلط. ليه؟ نو سوليوشن معناها مستحيل التو كونستانت في الناحيتين ايكوال، لازم يكونوا ديفرنت، عشان كده يبقى نو سوليوشن. لما الاكس يكنسل مع الاكس مش هيتبقى لي 3 ايكوال بوزيتيف 3 او نيجاتيف 3، 3 ايكوال 3 يبقى انفاينايتلي ميني سوليوشن. يبقى لازم اي قيمه غير ان اساويهم كده هعرف امتى ميني سوليوشن. ميني سوليوشن عندي بي ايكوال نيجاتيف 3، يبقى البي كانوت ايكوال نيجاتيف 3، يبقى مستحيل اخد نيجاتيف 3، اخد اي قيمه ثانيه غير 3 بالنيجاتيف، ناخد 4 2 3 بوزيتيف 1، يبقى 100% answer is D. I hope it clear ان شاء الله. نمبر 4 ماشيين على نفس الباترن بتاع الحل، ميني سوليوشن او انفاينايتلي سوليوشن لغايه دلوقتي، وفي حاله ثالثه لما يكون 1 سوليوشن. المهم لسه في الحاله الثانيه تقريبا اهي. ان ذا ايكويشن اباف نمبر 4 مدينا كونستانت، عايز ال A تايمز B، وبعدين could be the value، ما ذكرش اي حاجه، ما ذكرش انها ميني سوليوشن ان انفاينايتلي سوليوشن، كل اللي قاله ان دي ايكويشن شغاله خلاص، يبقى احنا نعتبر ان دي ايكويشن الكوفيشن ار ايكوال ات ذا بوث سايدز، يعني انفاينايتلي سوليوشن. فاحنا عايزين نطلع قيم ال A تايمز B. طبعا اللي ملاحظينه هنا مين؟ كونجيكيتد. يعني ايه كونجيكيتد؟ التو برانشز زي بعض بالظبط، سيميلار بس ديفرنت في الساين. يبقى اول تفكيرنا مين؟ الاول تايمز الاول او الاول سكوير هيبقى كده، وبعدين ماينس والتاني سكوير يعني كده. طب التو يا مستر هنعمل فيها ايه؟ نقدر نخليها بره زي ما هي ونعملها ديفايدد تو كله، او ندخلها جوه براحتكم جدا، هي احنا كلنا نعمله. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل كومبير او ماتشنج للاكس. هو كان المفروض يقول لنا انفاينايتلي سوليوشن، طالما ما قالش بقى انفاينايتلي سوليوشن، واقدر اعمل كومبير. طالما ليفت هاند سايد ايكوال رايت هاند سايد، يبقى هنعمل كومبير بقى، يعني اللي قدام اكس سكوير هنا خلاص ظهر اهو، 2a سكوير هو اللي قدام اكس سكوير 18. يعني بعينين على طول نقدر نقول ان الاي بتساوي روت 9. بالراحه يا مستر، بالراحه، ديفايدد باي 2 ديفايدد باي 2، يعني ال A سكوير ايكوال 9. تمام، ال A تبقى روت اول هنا، يعني نيجاتيف اور بوزيتيف 3، خدوا بالكم من دي، لان هو الكونستنت وما حددش
odd او even، ما حددش الكايند اوف ذيس فاليوز. كده انا عرفت الاي. تعالوا نشوف البي. طبعا البي هنا نيجاتيف 2، هي نيجاتيف 8 يعني نيجاتيف 2 سكوير، يعني نيجاتيف 2 بي سكوير هي النيجاتيف 8، فالنيجاتيف تروح مع النيجاتيف. هي امبلايز لمين يا مستر؟ اقدر اعملها بعيني. حلو جدا. البي ايكوال نيجاتيف اور بوزيتيف 2، جت ازاي يا مستر؟ ديفايد باي 2 ديفايد باي 2 هتدينا ان البي سكوير ايكوال 4 روت اول ذا سيم لايك اباف. يبقى الاي ايكوال نيجاتيف اور بوزيتيف. اللي هينفعنا جدا هنا الاوبشن، الاوبشن كلها بوزيتيف، يبقى الاي ويل بي ذا سيم ساين، عشان لو ضربت نيجاتيف تايمز نيجاتيف التشاينيز فيس يدينا بوزيتيف، وبوزيتيف تايمز اتسيلف بوزيتيف، اني تو ساين سيميلر جيت بوزيتيف ساين. يبقى معايا الاي بي لازم ناخد الاثنين كومن ساين، يعني الاثنين بوزيتيف 3 تايمز 2 او نيجاتيف 3 تايمز نيجاتيف 2. في الحاله دي بس هيدينا بوزيتيف لان كل الانسر بوزيتيف. يبقى الانسر بتاعتي از اي. اي هوب كلير ان شاء الله. 6 طبعا 2 باي 3 6 او نيجاتيف باي 3 باي نيجاتيف 2 از 6 از ويل. تعالوا نشوف نمبر 5 بيقول لنا ايه. واضحه جدا نمبر 5 فوق، ما كانش فيه وضوح شويه. فمدينا how many solution، بيسأل مباشر في كم solution هنا to the equation above. ما فيش فيها أي شغل، شغل matching the coefficient and the check all coefficient and free terms اللي هو من غير x are the same. إذا كان one equation زي دي، لو separate equation حاجة تانية، إذا كان one equation all the coefficient are the same has many solution infinitely many solution. طيب اذا كان الاكسات هي بس ذا سيم كوفيشن والفري تيرم ديفرنس يبقى نو no سوليوشن. طب اذا كان كله ديفرنس سوليوشن يبقى عندنا 1 سوليوشن، نيفر ايفر 2 بي سوليوشن بيكوز ذس فيرست ديجري. لو عندنا سكند ديجري يبقى بص على دي على طول، انسر از دي اذا كان في سكند ديجري. طب يعني سكند ديجري يعني باور 2. تعالوا كومبير، انا عايز اطلع الكوفيشنز بتاعت الاكس. فين الاكس هنا؟ ده قدامها 1 ودي قدامها نيجاتيف 2 ثيرد. اللي قدام الاكس اون ذا ليفت هاند سايد، انا بحل بسرعه يا شباب ما تطولوش في الحل. الكتاب عامل حل طويل جدا ورا، بص له عشان تفهم، بس ما تحلش بطريقته في الامتحان. اوكي، احنا مش بنحل ماثيماتكس، احنا بنحل mentally mathematics، مش mathematics algorithms، دي special strategies في الماث. يبقى اول حاجه ال x قدامها 1 minus 2 times 3 يعني half times 3 يعني 3 halves. ده اللي قدام ال x. مين اللي قدام ال x هنا؟ طبعا الاول تعالوا نطلعها كده من غير اله، مش معانا اله، ممنوع الاله. دي كانها 2 over 2 2 minus 3 negative half، يبقى ال x قدامها نيجاتيف هاف. هل الاكس هنا قدامها نيجاتيف هاف؟ اه، لان هيبقى 2 تايمز نيجاتيف كوارتر هيعمل نيجاتيف هاف. يبقى كده الكوفيشن اوف اكس ار اي. يبقى احنا عندنا حاجه من حلين، دي من وان سوليوشن نيفر ايفر. لو الكوفيشن بتاعت الاكس ديفرنس، لو طلع نيجاتيف هاف وهاف مثلا، يبقى وان سوليوشن وستوب. نتشيك بقى مين؟ طبعا لو طلعوا مختلفين هنتشيك الفري تيرم. الفري تيرم هنا مين؟ 4 اللي هو الكونستنت بتاعنا بعيد عن فاريبلز. طب الفري تيرم هنا مين؟ فرقت، لان نيجاتيف هاف هيضرب جوه تايمز ال 8. نيجاتيف هاف تايمز 8 يبقى يدينا النيجاتيف 4، ودي 4 فيري ديفرنت، وان نيجاتيف ذا اذر از بوزيتيف. Then we have what? Then we have no solution at all. لأن the coefficient of x are the same, but the free term are different. Therefore, the equation has no solution.
ماشيين على نفس النمط، نفس الباترن، نوعية الأسئلة، نفس الطريق. اللي فوق ناقشة الثلاث أنواع لو تلاحظوا، وطويلة بس ما خدتش، هي طويلة في الثينكينج بس، في التفكير، ما خدتش خطوات. الإيكويجن أباف نفس الحكاية، الإيكونستانت الإيكويجن، أيوة نو سوليوشن، أكد لنا يعني. بصوا على الثابت، الثابت غير بعض، ده معناها، ومعناها اللي قدام الإكس ار ذا سيم، يعني نيجاتيف، التركيز كله على نيجاتيف 7. نيجاتيف 7 هنا بتساوي مين؟ تساوي 3 بتاعت الاكس دي بلس 2 تايمز نيجاتيف 8، يعني ماينس بالمره، الماينس اضرب جوه اهي، ماينس 2a، كل ده يعمل نيجاتيف 7. طب انا محتاج اجيب دي واقارن؟ لا، اقارن بالفري تيرم؟ لا، لو ميني سوليوشن اقارن بالفري تيرم تطلع 4، بس طبعا لا، هو محتاج ان دي يكون هاز نو سوليوشن، نو سوليوشن، يبقى فري تيرم ما اقدرش اقارن بيه، اقارن بالقدام الاكس كوفيشن. خلاص كده بقت سهله جدا، هنعمل اوبوزيت لل 7 تبقى 3 بلس 7 يعني 10، كأني بالظبط اد 7 فور بوث سايدز، واعمل ترانزكشن اوبوزيت لل 2a. طبعا ال a هنا بت ايكوال ديفايدد باي دي 10، 10 اهي، يبقى نعمل 10 ديفايدد باي 2 عشان تبقى 5. كل ده قد ما تقدروا منتلي، انا بكتب قد ما اقدر بوضوح شويه عشان ده منتلي، يبقى الانسر از دي. نمبر 7، تعالوا نشوف نمبر 7 بيقول ايه معانا. Like a factorize for the other. ليه factorize؟ انا قلت كده عشان هو بيقول for all values of x، يعني كل دي هي دي بالظبط، معناها infinitely solution. اوكي، الكلمه دي برضو معناها infinitely solution، نفس الكيس اللي شغالين عليها. طب هو عايز مين؟ عايز البي. فين البي؟ في النص. طب هل البي فري لوحدها؟ تعال نشوف كده، لما اجيب اللي في النص، يعني البي اللي هي على الرايت سايد، هي تايمز، لما اجيب الكوفيشنت اوف اكس بس لمكان البي، هضرب المينز والاكستريمز واعمل سم، يعني دول المينز اللي في النص 3a اللي قدام الاكس، والناحيه الثانيه عباره عن ماينس 10. الله، ده في ريليشن، هم دول البي، يبقى لازم اعرف الايه. طب الايه اعرفها ازاي؟ بسهوله جدا. الايه انا ما حلتش بالطريقه الطويله، الطريقه الطويله موجوده ورا بتاعتهم، طويله جدا ماثيماتكس. فطبعا الايه هنا بالنظر، ده تايمز ده، ده تايمز ده، يدينا 2a، يعني 2a دي اكس سكوير هي 12. يبقى كده انا عرفت الايه بتاعتي، اطلع لكم بس بعيد عن الابيض اهو، اعملها تحت عشان الجراي، 2a equal 12. جت منين 2a يا مستر؟ جت اني بضرب الفيرست تايمز الفيرست بس، يديني الفيرست كوفيشن هنا، وانا مش عايز الاكس سكوير، فده امبلايز ان الاي بتاعتي بكام؟ ديفايد باي 2، طبعا بسهوله جدا ديفايد باي 2، يعني الاي ب 6. لو بصيته في الطريقه ورا هتلاقيها كبيره جدا، وهو عامل تايمز في تو برانشز وفاكك ومقارن، فطبعا هي مش محتاجه ده كله. 18 3، هنعوض على المباشر دايركت سبستيوشن، 3 تايمز 6 يعني 18 ماينس 10، ما فيش اله يا شباب، خدوا بالكم من دي قوي، يعني انسر از 8 بي. 18 ماينس 10 از 8، اي هوب ات كلير ان شاء الله. اي كومنت، اي طريقه ثانيه محتاجين تفسيرها، اللي عايز اشرح له الانسر اللي ورا يبعت بس سكرين شوت للانسر او اي بروبلم، وانا اعيد له شرحها ثاني ان شاء الله، فيديو لوحده على الشانل هنا، ممكن تبعت على الجروب بتاع التليجرام او الانستا، ان شاء الله ارد عليك على طول. هنخلص السؤال 9، نعمل بارت 2 عشان الفيديو ما يبقاش طويل، ان شاء الله مش هيكملوا دقيقتين. تعال نشوف نمبر 8 بيقول لنا ايه، بسيط جدا نمبر 8 ويخلص بسرعه ان شاء الله. هنا اكس سكوير زي اكس سكوير هنا، يعني لما اجي افك يا شباب، انا مش عايز اطول عليكم في الحته دي، كله عارف الفك ازاي من غير آلة.
سكوير الاول موجود اهو، سكوير الثاني موجود، يعني دول هيطلعوا من الفك عادي جدا عادي جدا. اللي في النص بقى مين؟ لان هم دول ايكوال وفاليو، هم زي بعض بالظبط، قال لي زي بعض بالظبط، يبقى طالما ما ذكرش نمبر اوف سوليوشن ميني ولا انفاينايتلي ولا نو سوليوشن، يبقى هم تيبيكالي ايكوال، يعني انفاينايتلي سوليوشن، يعني ميني سوليوشن. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما افك ده كله هيبقى انا عايز بس اطلع الاكس تايمز واي من هنا، يبقى الاول تايمز الثاني تايمز الباور فيرست تايمز سكند تايمز 2، يعني 3 اكس واي اول ملتبلاي باي 2، يعني 6 اكس واي. هي بالظبط هعمل لها كومبير هنا، لان هي دي كل الاكس واي على بعض، هو مطلع لي فاليو في اكس واي هنا، دي بس الاي دي الجديد، يعني اكس واي انكلودد في 44، طالما 2 two sides are typically equal. بصوا ازاي انا فكيت، هي هي انا جبت بس الجزء ده الاول تايمز الثاني تايمز 2 divided by 6 both sides هيدينا x تايمز y is 7 x multiply by y 7. هو طالب ايه؟ مش طالب دي يا مستر، طالب square x square y، يعني square all for both sides، لان السكوير هتتوزع على الx وتتوزع على الy، يبقى اكس سكوير واي سكوير هي 7 سكوير، يعني 49. I hope it clear ان شاء الله. 49 the answer is 49. يا رب تكون واضحه. تعال نشوف اللي وراها. برضو equation above in constants ال equation has infinitely solution، زي اللي فوق. اللي فوق ما ذكرش، طالما ما ذكرش يبقى infinitely solution. طب ايه المطلوب؟ ال n بكام؟ طب يعني ايه infinitely solution؟ يا مستر ده كلها اكس، يعني ما فيش فري تيرم، خلاص ما فيش فري تيرم، لان ده اكس كوفيشن كانكم بالظبط اكس نوت ايكوال زيرو، او هي ات اني فاليو اكسبت زيرو اي كان اي كان ديفايد، يعني 6 ايكوال 1 لان دي قدامها 1 كوفيشن ماينس 3 مضروبه في البرانتسز 2 ان ماينس 1 كده. هنودي دي الناحيه الثانيه يبقى 6 ماينس 1 5، بتعدي بالماينس يا شباب. فطبعا هنعمل تايمز بقى، خدوا بالكم من الساين، كله بينسى الساين، نيجاتيف 6 ان طويله شويه بس بسيطه، ونيجاتيف تايمز نيجاتيف تشاينيز فيز از ويل از ويل اهي سو نيجاتيف تايمز نيجاتيف التشاينيز فيز في البرانتسز شغال، في الديفايد شغال، في التايمز شغال. طبعا خلصت لان دي هتروح الناحيه الثانيه بالماينس، كأني بقى ماينس نيجاتيف 3 فور بوث سايدز، يعني نيجاتيف 6 ان ايكوال بوزيتيف 2. خلصت تقريبا اهي، يعني ال ان بس هي 2 ديفايدد باي نيجاتيف 6، النيجاتيف لازم تطلع فوق، وسمبليفاي ديفايدد باي 2 ديفايدد باي 2، يعني نيجاتيف 3 الانسر از بي، سمبليفاي باي ديفايدد باي 2. يا رب تكون واضحه وسهله. أشوفكم إن شاء الله في الحلقة الثانية، نخلص other 9 problem also still we have no calculator allowed. أشوفكم في second part، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.